السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف العاشر في حصة جديدة من حصص الرياضيات. اليوم بدنا بإذن الله نكمل حل أتدرب وأحل المسائل صفحة 33. إذن أتدرب وأحل المسائل صفحة 33. عندي حل النظام المعادلات التالي. قلنا لحل نظام المعادلات يجب توحيد الأساس، لأنه هون عندي معادلات أسية، يجب توحيد الأساس ومن ثم استخراج معادلة خطية من المعادلة الأسية الأولى ومعادلة خطية من المعادلة الأسية الثانية، وعن طريق الحذف والتعويض إيجاد قيمة المتغير X والمتغير Y. إذن حل المعادلات، حل أنظمة المعادلات هي إيجاد قيمة المتغير X وقيمة المتغير Y. يلا مع بعض نبلش بسؤال رقم 10. سؤال رقم 10 بحكي لك 5 للقوة Y تساوي 25 للقوة X ناقص 3، 125 قوة Y تساوي 25 للقوة X ناقص 1. وزي ما بنعرف الخطوة الأولى لازم توحيد الأساس. توحيد الأساس عندي هون في المعادلة الأولى يجب توحيد الأساس جميعه للأساس، الأساس أن يكون 5. إذن 5 للقوة Y تساوي 25. إيش بقدر أعملها؟ 25 هي 5 للقوة 2، ولا تنسوا X ناقص 3 الأصلية، قوتين فوق بعض مباشرة مضروبة. إذن المعادلة الخطية الناتجة من المعادلة الأسية الأولى هي Y تساوي 2 ضرب X 2X ناقص 6. إذن 2 ضرب X و 2 ضرب سالب 3. إذن المعادلة الأولى الخطية الناتجة هي Y تساوي 2X ناقص 6. الآن من المعادلة الأسية الثانية، كما تلاحظون هنا نستطيع جعل الأساس 5. إذن 5 للقوة 3 هي 125، 5 للقوة 3 125 Y الأصلية تساوي 5 للقوة 2، ولا ننسى إنه الإكس ناقص 1 أصلية مباشرة مضروبة. إذن المعادلة الخطية من المعادلة الأسية الثانية تساوي 3Y تساوي 2X ناقص 2. بضرب الـ 2 بالإكس وبضرب 2 بالسالب 1. طبعا هنا نلاحظ ليش طلعنا، لانه هنا الاساسات تشابهت، احنا وحدنا الاساسات عشان تتساوى الاسس. اذا المعادلة الخطية الاولى Y تساوي 2X ناقص 6، والثانية 3Y تساوي 2X ناقص 2. هنا عن طريق عملية الحذف والتعويض عندي Y تساوي 2X ناقص 6، 3Y تساوي 2X ناقص 2. كما تلاحظون هنا نستطيع حذف المتغير X عن طريق ضرب المعادلة ضرب سالب 1، نحصل على سالب Y تساوي سالب 2X زائد 6. ضربت أنا بالسالب، تغيرت هون الإشارة، هنا 2X مع نحصل على عملية جمع 2X تروح مع السالب 2X. عندي 3Y ناقص Y 2Y
تساوي سالب 2 زائد 6 سالب 2 زائد 6 تساوي 4. بقسم على 2، بقسم على 2، منها y تساوي 2. إذن y تساوي 2، أوجدنا قيمة y. الآن يجب إيجاد قيمة x، يجب إيجاد قيمة x من إحدى المعادلات الخطية الناتجة. y تساوي 2x ناقص 6. أخذنا المعادلة الخطية الأولى، عادي مباشرة بقدر أعوض فيها مباشرة أو بقدر أعمل x موضوع للقانون. هون خليني أنا أعوض مباشرة، y تساوي 2 تساوي 2x ناقص 6. هون عوضت قيمة y مباشرة حتى أحصل على قيمة x. هون قمنا بتعويض قيمة y مباشرة. إذن 2 تساوي 2x ناقص 6، بجمع 6 زائد 6 زائد 6، منها 8 تساوي 2x، لأنه عندي 2 زائد 6 8 تساوي 2x. بقسم على 2، بقسم على 2، منها x تساوي 8 على 2 وتساوي 4. إذن y تساوي 2 و x تساوي 4. هكذا نكون أوجدنا حل هذه المعادلة، y تساوي 2 و x تساوي 4. الآن ننتقل إلى السؤال رقم 11. عندي y للقوة 3 تساوي، عفوا، 3 للقوة y تساوي 3 للقوة 2x زائد y. عندي هنا نلاحظ أن الأساس متشابه، مباشرة بتتكون عندي المعادلة الخطية y تساوي 2x زائد y. إذن y تساوي 2x زائد y. كما نلاحظ أيضا هنا 27 27 الأساسات مباشرة موحدة، أي أن y تساوي x زائد 3، y تساوي x زائد 3. هنا نلاحظ أن y تساوي 2x زائد y من المعادلة الأولى الناتجة، هنا المعادلة الثانية. هنا y تساوي y، أي أن 2x تساوي 0، 2x تساوي 0، إن قمنا بطرح y وقمنا بطرح y. إذن 2x تساوي 0، بقسم على 2، بقسم على 2، x تساوي 0. إذن مباشرة طلعت عندي هون من دون حذف وتعويض x تساوي 0. هلأ بعوض قيمة x بأي معادلة بدي إياها، الأولى أو الثانية، لأحصل على قيمة y. لنعوض بالمعادلة الثانية، y تساوي الـ x زائد 3. عندي y تساوي الـ x 0، 0 زائد 3 وتساوي 3. إذن y تساوي 3 مباشرة، y تساوي 3 وx تساوي 0، لا داعي للحذف والتعويض. مباشرة عندي هون أنا طلعت قيمة x وقيمة y، إذن x تساوي 0 y تساوي 3. ننتقل الآن إلى سؤال رقم 12. سؤال رقم 12 عندي 8 قوة x على 2 قوة y تساوي 16. ونلاحظ هنا يجب توحيد جميع الأساسات، الأساس 2. إذن 2 للقوة 3x على 2 للقوة y تساوي 2 للقوة 4.
من المقدار الأول المعادلة الأولى، أي أن 2 للقوة 3 إكس ناقص واي تساوي 2 للقوة 4، والمعادلة الخطية الناتجة 3 إكس ناقص واي تساوي 4. المعادلة الثانية كما نلاحظ 5 2 إكس ضرب 5 تربيع تساوي 5 تكعيب. إذن هنا المعادلة الخطية الناتجة 2 إكس زائد 2 تساوي 2 إكس زائد 2 تساوي 3. نلاحظ هنا عندي 25 للقوة واي اللي هي 5 للقوة 2 واي، 5 تربيع واي مضروبة فيها تساوي 5 للقوة 3، يعني عندي هون بتصير 2 إكس زائد 2 واي تساوي 3. إذا المعادلة الخطية الثانية 2 إكس زائد 2 واي تساوي 3. إذا عندي معادلتين خطية 3 إكس ناقص واي تساوي 4، وعندي 2 إكس زائد 2 واي تساوي 3. الآن يجب علينا بالحذف والتعويض، الحذف والتعويض. هنا نضرب هذه المعادلة بالعدد 2 لنحصل على 6 إكس ناقص 2 واي تساوي 8. هون كما نلاحظ قم بجمع 2 إكس زائد 6 إكس 8 إكس تساوي 3 زائد 8 11، بقسم على 8 بقسم على 8، إذا إكس تساوي 11 على 8. إكس تساوي 11 على 8. الآن أريد إيجاد قيمة واي من المعادلة الخطية الأولى، 3 إكس ناقص واي تساوي 4. خلينا هون دائما نعوض تعويض مباشر، إكس تساوي 11 على 8 يعني 3 ضرب 11 على 8 ناقص واي تساوي 4. 3 ضرب 11 تساوي 33 على 8 ناقص واي تساوي 4. عندي واي هون ايش تساوي؟ واي تساوي 33 على 8، نقلنا واي هون، نقلنا 4 ناقص 4. إذا واي تساوي 33 على 8 ناقص 4، بقوم بتوحيد المقامات، ضرب 8 على 8، واي تساوي 33 ناقص 32 على 8 وتساوي 1 على 8. 33 ناقص 32 1، إذا y تساوي 1 على 8. إذا هنا أيضا y تساوي 1 على 8. إذا قيمة x هي 11 على 8، قيمة y 1 على 8. إلى هنا تكون قد انتهت حصتنا لهذا اليوم. أتمنى لكم التوفيق ورافقتكم السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.